السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المعرفة المفيدة. يا ريت اللي بيسمعنا لأول مرة يشترك في القناة، وإحنا بنحيي الأساتذة وإخواننا اللي بيتابعونا وبيشرفنا متابعتكم ليه. إحنا كنا وقفنا عند في الحلقة اللي فاتت إن إبراهام ما نجحش في هدم الكعبة، واتشتت جيشه ورد اليمن، وإبراهام مات من مرض كلام. واحنا قلنا بقى ان كان في واحد من ابناء تبع اسمه سيف ابن ذي يزن، ده اراد ان هو يحرر اليمن ويعيد ملك ابناء اجداده تاني، بحيث ان يرجع ملك ايه اجداده تاني ويرجع ملك اليمن وكده. فهو شاف اليمن انها منهكه والجيش منهك والبلاد منهكه، فقال لك انا استعد بقوه خارجيه تيجي ايه تقضي على الاحباب دي. فعقله هذا ان هو يروح يطمع ملك الروم اللي هو قيصر وان يساعده ويدي، فراح له وعرض عليه ان انت مثلا تعالى حرر لي بلدي ديت وانا هنديك الجيزه اللي انت عايزها وكده. فملك الروم قال له دي بلدك، دي بلد فقيره وبعيده وما وانا ما ادريش عليه وما ما ما عبرهوش. وهو راجع راح على النعمان بن المنذر، ده كان محاكم الحيره، وده كان قريب، كان قريب، وكان قريب ملك، كان قريب طبع يعني من ابناء طبع برضه، وله قصة تانية يعني ايه لو جات الظروف هنبقى نحكوها يعني. فالنعمان قال له والله انا برضو ما اقدرش اروح ابعد جيش، وانا جيش بسيط وما نقدرش نعمل لك حاجة، كل اللي نقدر نعمله لك ان احنا بنروح واحنا تابعين لملك الفرس اللي هو كسرى، واحنا بنروح له كل سنة مرة، الملوك كلها كانت بتروح لكسرى كل سنة، اللي هي تبع كسرى اللي يعني ايه اللي تبع المنطقة اللي تابعين لكسرى، بيروحوا له سنه وهم يعني ايه يقولوا له الولاء والطاعه وكده يعني. فهو راح كسرى قال له استنى معايا لما تيجي يجي الميعاد هناخدك معايا ونوديك لكسرى، اقول له الحكايه ديت يمكن يبعتك بجيش ويحرر وترجع ملكك تاني وتبقى تابع لكسرى زي ما احنا تابعين لكده وخلاص. ولما جه الميعاد راح، فكان كسرى نظامه ازاي ان هو جايب فيل مرصع بالجواهر والذهب والياقوت، كان وزنه حوالي التاج ده حوالي 70 80 كيلو. فهو ازاي هيلبسه ممكن يمزق راسه. فكان التاج ده مربوط بسلسله من الذهب في السقف. وكانت كسرى يحط فيه راسه وقدامه ستاره كده والملوك قاعده ورا. ويجوا رافعين الستاره هو يبان قدام الملوك بالتاج والمرصع ده واللبس وازهر لبسه. فكل الملوك كانوا يزودوا ليه؟ ده كده ولاء الطاعه لايه؟ لكسرى. فهو راحوا كده وبرضه رفع الستاره، كل اللي قاعدين سندوا الا سيف بن ذي يزن. فقصر غضب قال مين الاحمق ده اللي ما رضاش يجود لي وهاتوه عايز يعاقبه؟ قال له انا مش ما انا ما شدتش يعني ايه لحاجه، انا بس اهلي مملكه اجدادي انهارت والاحباش استعبدونا وانا جاي انقذك، وانا اللي ما مرسيش من التعب، انا مش يعني ايه انت ملكنا وكل حاجه وانا ما اقدرش كذا، وانا جاي استرجاك ان انت تجيب لي جيش ونخلي اليمن الاخرى تابع عليك زي ما الملوك دي كلها، بس عايزين جيش يحرر اللي يطرد لنا الاحباش دي. فكسرى قال له برضه نفس الكلام، بلدك دي بلد فقيره وبعيده وانا ايه ضمن الجيش وكده. وقال له خلاص اديله ايه مبلغ من الدراهم حوالي 8000 درهم واداهم له، قال له ماشي. فهو خد الدراهم دي قدام قصر كسرى وقدام الناس الموجوده، بدر الدراهم ديت الناس بقت تلمها، فرد فعلم قصه جابه تاني قال له ازاي يا احمق انا ادي لك الفلوس ديت وترميها يعني، وانا يعني وازاي ترميها يعني يعني ايه ليه كده؟ قال له مالي بالذهب من جبال من بلدي جبالها الذهب والفضه. اليمن دي جبالها الذهب والفضه، انت بتديني ايه؟ ده انا بلدي جبالها الذهب والفضه. فالكلام برضو ايه؟ خلى قصر يفكر. فعمل ايه؟ فاللي هو الحرشه بتاعت قصر قالوا له انت في مجموعه من الجنود مسجونه انت حاكم عليهم بالاعدام. فانا احنا بيحضر لهم كام سفينه مع قائد يروح يحارب اليمن، لو اتهزم القائد ده وتقتله يبقى ان دولت انت كنت ايه كده كده حاكم عليهم بالاعدام واللي انت عايزه كنت هتموته، ولو انتصروا اهو النصر ليك وانت خدت اليمن برضه، يبقى احنا ايه خساره كده. فايد الكلام ده وكسرى جاب 8 سفن، وكانت تعتبر سفن يعني مش قويه قوي لان ايه عارف هي، وحمل حوالي 1000 جندي او 800 جندي من اللي كانوا معاهم الاعداء، وعمل عليهم قائد سميه وهرس،
وخد معاه سفن زياده وراحوا على اليمن. اول ما وصلوا اليمن كان هما 8 سفن، غرقت سفينتين وفاضل 6. وكان سيف بن زياده نادى الاهل وعشيرته، دي مجموعه برضو من الناس يحاربوا معاه، ودي جيش براها ابن، يعني ابن براها اسمه ابن براها، ده جه علشان يحارب برضو جيش ايه، يحارب الجيش اللي جاي يحاربه ده. فكان اسمه مسوق ابن براها. ف اللي هو ملك اللي هو الحاكم اللي هو بتاع الفرس قال لهم مين اللي هو قائد الجيش؟ قالوا له ده اللي راكب الفيل ده، هو ده قائد الجيش. قال لهم طب تابعوه. تابعوه شويه لقوه نزل من الفيل وركب حصان. قال لهم برضه انتظروا عليه شويه، لقوه ساب الحصان وركب بغل، فالبغل ايه ده؟ حركته اجل. فقال لهم هو ده الوقت اللي احنا نهدمه فيه. وهو مسك الحربه بتاعته من بعيد ورماها هديه في ايه؟ في مسرق ابن ابراهيم ده وقتله. قال لهم اهجموا بقى، هجموا اتهزم ابراهيم، اتهزم جزء جيش الحبشه وتشتتوا وردوا بلدته. بس حصلت مشكله ان اللي احتل اللي هنا الفرس احتلوا اليمن، فاصبح ذلك سميت في اليمن عقده سيف ابن زيازن. انت جيت تحررنا، جبت لنا واحد اشد من الاولاني، واصبحت يعني ايه دي كده. واستمر الاحباش حكموا اليمن حوالي 70 سنه، والفرس سنوا حاكمين اليمن من التاريخ ده لغايه ما جه الاسلاء والفتوحات الاسلاميه وقضى على الفرس واستموا ايه، وهم اللي ما حررش يعني اغلبيه البلاد الاسلاميه الا الاسلام. يعني حرر الشام من الرماء، وحرر اليمن من الفرس، وحرر مصر برضه من الرماء. يعني كان هو ده من يعني الاسلام كان فضله كبير على الامه وخيره كبير على الامه. واحنا بقى نتوقفه عند اليمن كده ونرجعه للمكه المكرمه تاني عشان نكمل السيرة النبوية، وده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.